يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذكر الوارد بعد السلام من الصلاة هل هو خاص بالفريضة أم كذلك النافلة؟ الذكر الوارد خاص بالفريضة، أما النافلة فتذكر الله من غير تقيد بنوع من أنواع الذكر، أما الفريضة فتتقيد بالذكر الوارد. نعم. وهل له أن يقول بعد النافلة باستمرار أستغفر الله ثلاثا؟ ما يلتزم هذا، لأن هذا إنما هو بعد الفريضة ولا يلزم هذا ويداوم عليه بعد النافلة، لكن إذا قاله بعض المرات فلا بأس. نعم.